بالحلقة اليوم رح نكون عم نعمل جولة نحن وياكم على مختلف الأبريشيات والرعاية لنعرف أكثر عن البرامج، برامج الرتب والاحتفالات يلي رح تكون عم بتتم خلال هيدا الأسبوع. البداية معنا مباشرة عبر زوم الخوري جورج الله، رئيس قلم الدائرة الأسقفية في أبريشية طرابلس المارونية وخادم رعية مار يوحنا المعمدان رشعين. أبونا أهلا وسهلا فيك معنا. شعنين مباركي أبونا. شكرا، صباح الخير، شعنين مباركي للجميع، وإن شاء الله أسبوع مقدس يكون عم بيحمل كل النعم لكل أولاد كنيستنا إن شاء الله. أبونا قبل ما نسألك اليوم عن برنامج الاحتفالات خلال هيدا الأسبوع، ما فينا ما نسألك عن عيد الشعنين يلي احتفلنا فيه يوم أمس. بسنة الماضي الاحتفال بعيد الشعنين كان له غير طعمة لأنه كانت الكنائس كلها مكفلة. السنة سمح لعدد معين من المؤمنين أنه يكونوا عم بيحضروا عيد الشعنين مباشرة من داخل الكنائس. شو اللي تغير عليكم كآباء خلال هيدي الاحتفالات؟ يعني أكيد نكهة الاحتفالات السنة كانت مختلفة، لأنه السنة الماضية بعتقد بتشارك بهذا الشعور مع كل الكهنة، كانت الاحتفالات فيها ألم، فيها ألم كتير كبير إنه يكون الخوري عم بيحتفل بالكنيسة فاضية قدام الكاميرا بس. السنة النكهة كانت مختلفة تماما، رجعنا شعرنا هيك ولو قليلا بنكهة العيد، بجو العيد، بحضور المؤمنين يلي بقدر أقول كانت صورة الكنيسة مكتملة بحضور المؤمنين بقلب الكنيسة. كمان يلي شفناه السنة وبعتقد كتار من الكهنة بيشاركوني بهالرأي، امبارحة هيك كنا شوي عم نحكي مع بعض، قديش المؤمنين عندهم أولاد رعايانا عندهم عطش إنه يكونوا حاضرين، إنه يكونوا موجودين بالكنيسة، قديش كانوا عم بيصلوا بشغف، قديش كانوا مبسوطين إنه هن موجودين بالكنيسة. هالشي اللي يمكن السنة عرفوا قيمته لأنه سنة الماضي انحرمنا منه. يعني التمستوا من خلال احتفالكم، التمستوا بشوق الناس للتواجد بقلب الكنائس وللصلاة كلها مع بعضها مجتمعة. صحيح، والأكثر من هيك إنه الاحتفال الروحي السنة كان هو عم بياخد إذا بدك طابعه الجوهري، هو الأساس. ما كان في هالقد بهرجات، تعرف الشعنينة يعني سلة البونبون وتياب العيد والولاد والعجقة. السنة لا، كانت أجواء العيد أو أجواء الصلوات كلها، الناس مركزة على الصلاة، أجواء العيد كلها كانت أجواء مصلية، الأساس كان للاحتفال الروحي، مش بس من قبلنا نحن ككهنة ولكن أيضا من قبل الناس. يعني أنا بقدر أعطيك مثل بالرعية يلي بخدمها، كان عندنا 5 قداديس مبارح، كل الناس يلي كانت مبارح موجودة بقلب الكنيسة وساحاتها كانوا جايين عم بيشاركوا بالصلاة، مش جايين يتصوروا وعتلانين هم الفستان تبع الولد أو تبع البنت أو التياب تبع الولد، كان حضورهم هو حضور للصلاة، وهذا الشيء كنا نفتقد له بالسنين اللي قبل. يعني إذا بدك موضوع كورونا قدر انعكس بمكان ما إيجابياً على موضوع المشاركة والالتزام الديني. نعم أبونا، إذا بدنا نتحدث مع حضرتك أكثر عن برنامج الاحتفالات ضمن الأبريشية، ممكن تعطينا تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع؟ أكيد. سيدنا المطران يوسف السويف، مطران الأبريشية، حب السنة أنه تكون الاحتفالات الدينية أو الرتب الكنسية عم تنعاش بكل الأبريشية، وهو حب أنه كمان يكون عم بيشارك المؤمنين بهالرتب بالرعاية. جربنا قدر الإمكان مع سيدنا أنه يتوزع حضوره الشخصي بكل رعاية الأبريشية على مختلف الرتب، يعني كل يوم يكون موجود برعية مختلفة، يكون موجود مع الناس بمنطقة مختلفة من مناطق الأبريشية، لأنه بتعرفوا نحن أبريشيتنا مترامية الأطراف، أبريشية كتير كبيرة، مساحتها كتير صحيح. كبيرة، بتمتد من الحدود السورية، يعني من عكار وصولا لتقريبا أغلبية منطقة الشمال. فحب سيدنا أنه يكون عم يتنقل بين مختلف مناطق الأبريشية وبين مختلف الرعاية، هيك يكون عم بيشارك المؤمنين بالصلاة بمختلف الرتب.
أبونا نحن رح نعرض أيضا الصور تبع البرامج رح نعرضهم رح يكونوا معروضين خلال حديث حضرتك عنهم أيضا. نعم امبارحة كان أحد الشعانين سيدنا احتفل بقداس الشعانين بكنيسة مرمرون بطرابلس. نعم. وهذا الاحتفال هو تقليد قديم دايما أساقفة الأبرشية بهمهم أنه يكونوا موجودين بطرابلس بالأعياد الكبرى حتى يأكدوا على حضورنا ككنيسة فاعلة وحاضرة على الأرض بطرابلس ويأكدوا على العيش المشترك بهالمدينة يلي عم تتألم دايما. المساء امبارحة احتفل سيدنا برتبة الوصول إلى الميناء بكنيسة مارساركيس وباخوس بحرف مزيارة بمنطقة صغارتا. اليوم 5:30 المساء رح يكون عم يحتفل مع أبناء رعية رشعين مار يوحنا المعمدان برشعين بصلاة المساء والقداس وزياح الصليب برشعين. بكرة الثلاثة كمان رح يكون سيدنا عم يحتفل بضرب الصليب والقداس وزياح الصليب بكنيسة سيدة الانتقال بسبعل. الأربعة رتبة الإنديل وزياح الصليب بكنيسة سيدة الخلاص بشكة يلي هي رعيته لسيدنا رعيته الأم هو من شكة رح يكون عم يحتفل برتبة الإنديل وزياح الصليب. أما يوم الخميس في تقليد بالأبرشية بيلتقي المطران مع كل كهنة الأبرشية بدار المطرانية بيصير في قداس لأنه بهيدا النهار كلنا بنتذكر وبنحتفل بالعشاء السري اللي ربنا أسس فيه الكهنوت فبيكون في قداس مع كل كهنة الأبرشية. ومساء على الساعة 6 رح ينتقل سيدنا لعكار هونيك رح يكون في سجود للإربان المقدس بكنيسة مارجرجس تلي وشطاحة وبيبقى سيدنا كل يوم الجمعة بعكار لأنه عكار كتير مهمة بالنسبة لنا كأبرشية وكتير مهمة لسيدنا أنه يكون كمان موجود مع المؤمنين بعكار يوم الجمعة مطرح ما رح يحتفل على الساعة 11 الصبح برتبة سجدة الصليب بكنيسة القديسة مورا بالقبيات والساعة 7 المساء بصلاة المساء وطلبة الآلام بكنيسة سيدة الغسالة أيضا بالقبيات. يوم السبت عادة وهيدا التقليد كمان سيدنا حافظ عليه مع الكهنة رح يتوجه لبكركي مطرح ما رح يكون في معايدة يعني يقدم التهاني بالعيد لغبطة أبينا البطريرك مع وفد من الكهنة مع كهنة الأبرشية ومساء رح يحتفل بقداس العيد بكنيسة مرمرون بطرابلس. ويوم العيد يوم الأحد على الساعة 10 الصبح أيضا بيحتفل بقداس العيد بكاتدرائية الملك ميخائيل بطرابلس يلي هي الكاتدرائية يعني الكاتدرال تبع الأبرشية. يوم الاثنين بيكون عندنا قداس تهنئة العذراء بيحتفل فيه سيدنا على الساعة 10:30 بكنيسة مريم المجدلية بالمجدل الكورة. بهالطريقة بيكون تقريبا زار سيدنا كل قطاعات الأبرشية واحتفل مع المؤمنين الأبرشية بكل هالرتب يعني اللي بهالأسبوع الأسبوع المقدس. نعم أبونا اليوم بظل الأوضاع اللي عم نعيشها قديش أسبوع الألام اللي دخلنا فيه وصولا ليوم القيامة هو لازم يكون مثل جسر عبور لكل المؤمنين لنتخلى عن كل المشاكل ونتمسك بالإيمان ونثبت بالمسيح اللي هو طريق خلاصنا. هو أسبوع الألام بكل وقت وبكل زمان هو جسر عبور مش بس اليوم هو من 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 بداية خليني أقول تاريخنا المسيحي أسبوع الألام هو جسر عبور لكل المؤمنين هو دعوة لكل المؤمنين إنه يكونوا عم بيشاركوا يسوع ألامه من خلال إنه هني كمان يتخلوا عن الأشياء اللي يعني خليني أقول اللي بتبعدهم عن قداستهم وإنه يكونوا عم بيتقربوا أكثر من الرب أن يكونوا عم يتخطوا عم يتعلموا يتخطوا الصعاب وصولا للقيامة مع يسوع المسيح يلي هي انتصار على كل شيء بشع بالدنيا وخاصة إذا بدك قمة هالانتصار هي الانتصار على الموت.
ولكن السنة أنا خليني أقول أنه بعتقد أنه هالأسبوع المميز في السنة بظل كل الظروف السوداء يلي عم نعيشها خاصة ببلدنا، يعني عم نحكي عن الظروف الصحية مع كورونا والأزمة المتفاقمة يلي منا عم نقدر نلاقي لها حل، للظروف الاقتصادية، للظروف البطالة، للظروف إذا بدك الفقر يلي عم بيزيد يوم بعد يوم، عم تعطي هالأسبوع نكهة مختلفة. يعني اليوم الناس تشعر حقيقة بالألم، ما بقى عم تتعاطى مع الألم على أنه نظرية بعيدة عنا. اليوم ما في حدا منه عم يتألم ببيته، إما عم يتألم بسبب الفقر، إما عم يتألم بسبب قلة العمل، إما عم يتألم لأسباب اقتصادية بسبب صعوبة تأمين يمكن لقمة أكل لأولاده، عم يتألم بسبب المرض، بسبب سوء الحالة الصحية. في ألم، تعددت الأسباب مثل ما بيقولوا والألم واحد. هالشي هالشعور بالألم يلي عم يشعروا الناس أعتقد أنه رح يخلي الناس ونحن كمان لأنه نحن من الناس نعيش هالأسبوع يلي منتذكر فيه آلام المسيح نعيشه بطريقة مختلفة. وهالأسبوع يمكن حقيقة رح نقدر نقول مع آلامك يا يسوع، رح نشرك آلامنا بآلام بآلام يسوع. وهيدي يمكن اليوم أنا دعوة بقدر وجهها للناس اللي عم بيسمعونا، أنه نحن مدعوين اليوم بهالزمن بالذات أن نعطي الألام يلي نحن عم نعيشها يلي نحن ما بدنا إياها ما منحبها ومش نحن طالبينها ولكن هي مفروض علينا، نعطي هذه الألام بعد خلاصي. يعني نحن اليوم قادرين وقت منفوت على الكنيسة منسجد قدام صليب الرب نتأمل بألامه يلي هو تألم كرمالنا وكرمال كل البشرية، نقول له للرب أنت ألامك كانت ألام كتير كبيرة، ألام عظيمة جدا، ألام ما حدا قادر يتحملها، وهي ألام حجمها كتير كبير قدام الألام الصغيرة يلي نحن عم نعيشها اليوم، ولكن نحن كمان نطلب منك أنك تشرك ألامنا الصغيرة مع ألامك الكبيرة ومنقدمها عن نية الأشخاص الآخرين يلي يمكن بعد ما تعرفوا عليك، يمكن بعد ما عندهم رجاء بحياتهم، يمكن بعد ما عندهم كلمتك تعزيهم، ما عندهم محبتك تحتضنهم، حتى نعطي هالألم اللي عم نعيشها بعد خلاصي مع ألم يسوع المسيح. أبونا أكيد بنوصل مع يسوع للقيامة، لأنه وعد يسوع هو وعد صادق، وعلى الأكيد هو وعدنا وقالنا لا تخافوا أنا لن أترككم. هيدا الشيء يلي بيعطينا رجاء، وهيدا الشيء يلي بيأكد لنا أنه نحن ولبنان رح نقوم بالنهاية، لأنه هيدا الوطن يلي فيه قديسين، هيدا الوطن يلي في ناس بعدها بتصلي بعدها بتآمن بيسوع المسيح أكيد رح يقوم بالنهاية. أبونا بسؤال أخير لحضرتك، اليوم خصوصا خلال زمن الصوم المبارك وخلال كل الرتب والصلوات يلي كنا عم نحتفل فيهم مع أحد القيامة، ألم تلتمسوا من المؤمنين اليوم أنه هن كانوا عم بيسلموا هذه المصاعب إلى الرب بكل رجاء؟ واليوم خصوصا مع زيارة سيادة المطران يوسف سويف إلى كل هذه الرعاية، اليوم ما كأنه المؤمنين عم بيعيشوا هذا الألم ولكن برجاء وإيمان بالخلاص؟ صحيح، نحن تعودنا بتاريخنا دائما وقتها بتزيد الصعاب الناس بتلتجئ للكنيسة، بتلتجئ للكنيسة كمؤسسة حتى تساعدها، ولكن أيضا تلتجئ إلى الكنيسة بمعنى هالجماعة يلي قادرة تحضن بعض البعض. واليوم أكثر من أي يوم مضى عم نشوف الناس عم تلجأ للكنيسة، لأنه وعم نسمعها كثير من كل المؤمنين برعايانا وبالأبرشية أنه الكنيسة عم بتريحنا. يعني وقت عم نجي على الصلاة عم نرتاح وكأنه عم نقدر ناخذ هيك يعني النفس من كل الصعوبات يلي عم بتحيط فينا. وبدي أضيف على هذا الموضوع تقول أنه زيارة سيدنا للرعاية عم بيكون عندها وقع كتير مهم على المؤمنين، لأنه عم يشعروا أنه الكنيسة مش بعيدة عنهم. تعرف نحن بخلفيات تفكيرنا ننظر إلى الكنيسة نختصرها برجال الدين، وهيدي نظرة مش صحيحة. الكنيسة هي كلنا، ولكن أسقف الأبرشية
هو يمثل هيدي الكنيسة، هو يمثل المسيح الحاضر بين شعبه، وهو حضوره هو يجسد حضور هالكنيسة إذا بدك بسلطتها التعليمية والتدبيرية والتقديسية. فزيارة سيدنا إلى الرعاية عم بيكون عنده هالتأثير، خليني أقول بنفوس الناس اللي موجودين، عم بيشعروا أن الكنيسة بيناتهم موجودة عندهم، عم تيجي لعندهم، عم تسمعهم، عم بتشوف حاجاتهم، عم تجرب تجاوبهم عليها، وعم بتكون حاضر إذا مش تتساعدهم على الأقل تتشعر معهم وتكون عم بتشاركهم بهمومهم وبآلامهم. أبونا هيدا شيء كثير منيح. أبونا جوب هيدا شيء نعم. أبونا جوب بدنا منك كلمة أخيرة اليوم مع أسبوع الآلام وبمناسبة عيد الفصح نهار الأحد لجميع المشاهدين والمؤمنين. أول شيء أنا بدي أتمنى للجميع أسبوع مبارك، وهيك بركي نصيحة إنه نجرب نشارك بهالأسبوع بفعالية، مش المهم بكثافة ولكن خليني أقول بفعالية، يعني ما نكون متفرجين على الصلوات، حتى ولو منا قادرين نشارك حضوريا بالكنائس ببعض المحلات أو لظروف معينة، لو نحن مضطرين نشوف الصلوات من خلال وسائل التواصل أو المنصات الاجتماعية أو من خلال التلفزيونات، ولكن مشاركتنا حتى من البيت تكون مشاركة فعالة، تكون مشاركة مصلية، تكون مشاركة حقيقة عم ننفتح على نعم الرب وعم نطلب منه أنه يساعدنا. ما بيكفي نطلب من الله أنه يساعدنا ونحن ما نعمل شيء حتى نكون جاهزين لتلقي هذه المساعدة. كمان بدي أتمنى للجميع عيد مبارك، عيد فصح مبارك، وإن شاء الله قيامة الرب تحمل لوطننا لبنان القيامة من هالنكبة، خليني أقول يلي هو فيها، وتحمل لمجتمعنا الشفاء التام من كل الصعوبات يلي عم بيعانيها، وتحمل لكل المؤمنين الخير والسلام والفرح. أمين. الخوري جورج الله رئيس قلم الدائرة الأسقفية في أبرشية طرابلس المارونية وخادم رعية مار يوحنا المعمدان رشعين، بدنا نتشكر مداخلتك ومنتشكرك على وقتك وحضورك معنا بالحلقة اليوم. شكرا لك. شكرا على الاستضافة.